السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديوهات بقى هنتكلم عن آخر حاجة، وهي حل 3 معادلات في 3 مجاهيل. اللي شرحناه قبل كده يتطبق عادي في 3 معادلات 4 معادلات، مفيش في أي مشكلة خالص. طيب، زودنا عدد المعادلات، زودنا عدد المجاهيل، وبالتالي لازم نزود عدد المعادلات معاه. طيب، المحددة بتاعتنا هتكبر، مش هتبقى صفين في عمودين، هتبقى 3 في 3، بس نفس برضو الفكرة. هنجيب الدي وبعد كده الدي اكس. اللي ما اتفرجش على الفيديو الاولاني اللي هو بتاع البارت 1 لازم يتفرج عليه عشان مش هيفهم اي حاجه في البارت 2. فبنجيب الدي والدي اكس والدي واي والدي زد وكل حاجه زي ما عملنا في الفيديو اللي قبل كده. الاختلاف بس في المحدده ذات نفسها، بقت 3 في 3. طريقه الفك بتاع المحدده 3 في 3 بتبقى كالاتي. اول حاجه بتحدد اشارات، تمام؟ الاشارات دي بتتحدد ازاي؟ كل عنصرين لازم واحد منهم بيكون موجب والتاني يكون سالب. بمعنى لو انت هتاخد الصف دوت عشان تفك بيه المحددة، تمام، فالصف دوت هيكون مثلا موجب سالب موجب. طب لو هتاخد العمود دوت هيبقى موجب سالب موجب. طب بحفظهم؟ لا، مش بتحفظهم ولا حاجة. هي الفكرة كلها هنا ان انت بتحط اشارات. حطيت مثلا ده موجب يبقى ده لازم يبقى سالب، وده بما انه سالب فاللي جنبيه لازم يبقى موجب، وهكذا. ده موجب فده سالب، ده موجب فده سالب، وهكذا. دي المحددة. بعد كده بتقرر بعد ما تحط الإشارات ديت انت هتفك بانه واحد. لو قررت مثلا تفك بالصف دوت كده، قلت انا خلاص هفك بالصف ده، تمام، زي ما انا عامل انا فاكك بالصف دوت، فخلاص هاخد الصف دوت اول element فيه اللي هو الواحد، تمام، احطه هنا اشارته ايه موجب، احطه هنا باشارته الموجب. في المحددة بقى ايه؟ محددة الصورة. المحددة الصورة اللي هي هنا اللي هي دي. طب بعرفها منين؟ انت قلت انا هفك بالصف دوت، صح، بتحط عليه خط كده، تمام، وبتبتدي بقى اول element في الصف اللي هو الواحد بتحطه هنا موجب الاشارة بتاعته، تمام. بعد كده ببتدي اروح جاي اخد خط كده، اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي المحددة اللي هي دي، المحددة الصغرى دي اللي هحطها اضربها في الواحد. بالمثل للواحد اللي جنبه اشارته ايه؟ اشارته سالب. طيب، حاجه احط برضو خط عنده كده هيديني ايه؟ هتبقى لي ده، هتبقى لي دول ودول. دي المحدده اللي هتتبقى، اللي هي الاتنين والعشرة والسبعة والتمانية. يبقى دي وده اتلغوا وما تبقاليش غير دول. نفس الكلام للواحد دوت، اشارته موجب، وهتجيب المحددة بتاعته فهحط خط، مش هيتبقى لي غير ايه؟ الصفين دول اللي هو الاتنين والعشرة والاربعة والخمستاشر. دي الطريقة الجديدة اللي احنا هنفك بيها، تمام. بعد ما تفك عادي وتخلص وتجيب الناتج، هتعمل الكلام دوت برضو للإكس. قلنا الإكس بنشيل الكوفيشنز بتاعت الإكس، تمام، العمود بتاعها، ونحط الثوابت اللي بره اللي هي العشرة والخمستاشر والعشرين، ونفك عادي خالص بنفس الطريقة ديت، تمام. نفس الكلام للواي، نفس الكلام للزد، فما يعتبرش في حاجة جديدة في اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. طيب، تعال نبص بقى نشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي عايزين بقى نطبق الكلام دوت على الكمبيوتر. هنعمله ازاي؟ برضو array زي المرة اللي فاتت، array، بس المرة اللي فاتت الاري كانت 6 6 عناصر، تمام. دلوقتي الاري هتبقى كام؟ نشوف الصف الواحد هيبقى فيه كام عنصر. ادي عنصر، التاني، التالت، الرابع. الصف الواحد فيه 4 عناصر، في كام صف؟ 3. يبقى 4 في 3 ب 12، يبقى عندك 12 element. بيبتدي الترتيب من 0 وينتهي عند ال 11. جميل، انا كتبتهم لك هنا، تمام، بحيث ان تبقى شايف الموضوع عامل ازاي، ويستحسن انت تعمله كده في الاول ورقه وقلم بايدك، وعشان تبقى بس فاهم الموضوع ماشي ازاي، وبعد كده تبقى خلاص فهمت الدنيا ماشيه ازاي، والكلام دوت مش هتقعد تعمله بايدك بعد كده. في الاول بس وانت بتتعلم ايه المصفوفات والحاجات ديت، تقعد تكتبها بايدك لحد ما تفهم الفكره العامه بتاعتها، بعد كده هتلاقي نفسك بتحسبها بسهوله. طيب، انا مختار ارقام عشوائي، لكن في نفس الوقت مراعي حاجه، مراعي ان انا مش مختار رقمين شبه بعض لسبب واحد، عشان لما اجي مثلا اكتب مثلا هنا اقول الاليمنت رقم 0، تمام، بيناظره 5، فتيجي تقول لي الخمسه ديت اللي هنا ولا الخمسه دي اللي هنا، فقلت بلاش اكتب ايه رقمين متكررين
خلي الأرقام كلها إيه يونيك، مفيش أرقام متكررة، بحيث إن إيه الفكرة توضح أكتر. طيب هعمل الدي دي إكس دي واي دي زد، تمام. الجديد بقى هنا إيه؟ مفيش أي جديد خالص، هو هتكتب برضو المحددة، هتيجي تفك. بس الفكرة هنا إن إحنا هنعمل إيه؟ أول إيليمنت، أول إيليمنت عندي مثلا اللي هو السبعة. السبعة بنظر إيه هنا؟ بنظر مثلا إيليمنت رقم زيرو، اللي هو إيليمنت رقم زيرو في الأري، تمام؟ حطيته هنا. طيب بعد كده بعمل المحددة إيه؟ الصغرى. الصغرى هنا هتبقى عندي إيه؟ هتبقى عندي دول. جميل. هاجي برضه أشوف الـ20 ديت الإيليمنت رقم كام في الأري؟ رقم خمسة، وهكذا. اعمل الكلام ده ورقة وقلم بإيدك كده في الأول عشان تبقى فاهم الفكرة ماشية إزاي. وبعد كده الحاجات دي مش هتحتاج تقعد تعملها بإيدك، يعني الأريز والحاجات ديت مع كتر الأبلكيشنز اللي أنت هتعملها هتلاقي نفسك الموضوع بقى سهل بالنسبة لك. إزاي مثلا تعرف تحدد صفوف وأعمدة والكلام دوت، هتلاقيه بقى سهل مع إيه؟ مع كتر التمارين على المصفوفات، تمام؟ هنا حاجة فك عادي، تمام؟ دي والدي اكس والدي واي والدي زد بالمثل. لو انت عامل اربع معادلات في اربع مجاهيل نفس الكلام، مش هنختلف في حاجه، تمام. بعد كده بنيجي هنا نشوف الكود. الكود اللي انا كتبته ورا، اللي انا رسمه ورا قصدي، هو اللي انا كاتبه هنا اهو، اللي انا عامله هنا اهو هو ده. بس انا ايه منظمه كده شويه يعني عشان ايه يبقى قابل للقراءة، تعرف تقرأ كويس، تمام. منظم اهو بحيث ان هو يتقري، مفيش اي حاجة تانية. بالنسبة للبرنامج فعموما انا زودت بس كام تكست بوكس عشان بس اقدر اخد ايه المتغير التالت، الكوفيشنت بتاعت المتغير التالت. نيجي بقى هنا، ما غيرتش بقى في اي حاجة في اي الحاجات التانية خالص. طيب هنا بقى زودت ايه؟ هنا انا كنت عايز اعرف مين اكبر تكست بوكس، فالموضوع هنا اتغير لان اتضاف معايا واحد تالت. فهنا انا بعمل تشيك الاول اشوف هل تكست بوكس الاكس دوت اكبر من الواي. هتقول لي ماشي ممكن يكون اكبر من الواي، طيب ليه هنا ما حطيتش اور؟ لو انت حطيت اور يبقى انت بتقول له لو الشرط ده اتحقق وده ما اتحققش خلاص مفيش مشكله، ادخل نفذ ديت. طب ما انت في حاجه مش عامل حسابها، ايه هي؟ طب ما هو الشرط دلوقتي ما اتحققش يعني كده الزد اكبر من الاكس، طب انت هتحقق دي على اساس ايه؟ ما ينفعش، فلازم تقول له هنا اند. ليه اند؟ علشان انا عايز الاكس يكون، لو عشان الشرط ده يتحقق عايزه الاكس يكون اكبر من الواي واكبر من الزد اللي هو اكبر حاجه، تمام. فالشرط الشرط اللي هو ساعتها يتحقق. هنيجي هنا على الشرط الاول، لو ده ما اتحققش يبقى في واحد من الاثنين دول اكبر من الاكس. هاجي هنا اعرف مين فيهم بقى الاكبر من الاكس. لو الواي اكبر هيتنفذ الشرط دوت، لو الواي اصغر هيتنفذ الشرط دوت، وبالتالي الزد دي هتكون ايه الاكبر. نفس الكلام هنا برضو، ما عملناش اي حاجه ايه جديده. برضو تكست ريندر والكلام دوت شرحناه في الفيديو اللي فات. التكست بوكس برضو عملها بالتراي بارس، ما فيش اي جديد خالص، ما يعني ما رضيتش ازود ولا اعدل اي حاجه ولا حتى الليبل او اي حاجه، بحيث انها ما لخبطش الناس، تمام. ده بالنسبه لايه؟ لحل 3 معادلات في 3 مجاهيل. المره الجايه ان شاء الله هيبقى حل، المره الجايه ان شاء الله هيكون حل المعادله التربيعيه. هحاول ان انا انزل فيديو لحل المعادله التربيعيه، بس هو هيكون ايه صعب شويه، لان حل طريقه حل المعادله التربيعيه مش صعبه، لكن هي مشكلتها كلها ان انت ممكن يطلع عندك ارقام تخيليه، تمام. فدي المشكله الوحيده اللي هتواجهنا. هشوف لها حل وبعد كده ايه انزل لكم فيديو بيها، يكون حل شامل ليه لموضوع المعادلات التربيعيه.